انت بقى كزوجه، ما انا بدات الحلقه بيها اهو. بصي بقى لي نص ساعه عماله اكلم الزوج، تعالي لي بقى ازاي تصالحي زوجك. ما بتكلمش على المصالحه الخاصه ماشي، عشان كل النت ده ازاي تصالحي حاجات ايه، الموضوع مش كده يعني. الموضوع مش كده، ازاي تصالحي زوجك؟ 8 حاجات، خطوات سهله وبسيطه وممتازه جدا واكثر من رائعه. عايزه اقول لكم اول حاجه، اختاري الوقت المناسب عشان خاطري. عشان خاطري يا دي الزوجه، اختاري يا بنتي الوقت المناسب اللي تصالحي فيه زوجك، مش اي وقت، اختاري الوقت اللي هو يكون جاي تعبان، غير، اتوضى، كل، ارتاح، لو حابب ينام. ما هو انت هتعملي مشكله وهتصالحي وهو مش شايف، عينه بتحول ومحمره ويقول لك اه، وعمال تاخدي منه كلام ويعمل تسمع. اختاري وقت مناسب، ولو انتم من اصحاب الصلوات على صلاه الفجر، كله ما كله البيت كله لازم يقوم صلاه الفجر، فالكل البيت قايم بقى، بما اننا قايمين قايمين وهنصلي، ويناموا بقى بالليل عشان يقدروا يقاوموا. تاني حاجه، اسمعي، ممنوع يا كل زوجه وكل بنت، اسمعي، لو امك ما قالتكيش اسمعي، انا زي امك، ممنوع يعدي اكتر من 3 ايام على الخصام، لازم مبادره صلح في بعد الثلاث، ما ينفعش وتبقي جوه بيتك يا حبيبه قلبي، ما تخرجوش جوه بره البيت، ما تخرجيش من فضلك يا اموره يا عسوله، ما تخرجيش بره بيتك يا بنتي، ده اللي بتخرج الا ان ياتينا بفاحشه، استغفر الله. لا بستغرب جدا جدا بالازواج اللي بيقعدوا سنين متخاصمين، عندهم خرز زواجي كل واحد في اوضه وما فيش مبادره للصلح لا لا لا، والكبر عنوان العلاقه، كل هو اللي غلطان هو اللي يجي، ايه ده؟ شوف ربنا الله سبحانه وتعالى عز وجل يقول ايه؟ للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 شهور، فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم، خلاص هيرجعوا خلاص، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع خلاص. لكن يا ترجع بعد ال4 شهور خلاص، يا إما مش عايزها الطلاق، لكن بالسنين إيه ده؟ فهم 3 أيام، الدنيا كانت صعبة، المشكلة كانت عويصة، مش عارفة عمل إيه، هو أنت عملتي إيه، كل القصص دي ماشي. اليوم الثالث لازم يفهم بدر الصلح، خيرهم من يبدأ بالسلام، حتى لو هو غلطان، حتى لو هو غلطان، وانا بقول لك اهو تعملي ايه بقى، لكن ابقى في عزله لا. ثالث حاجه، تجنبي العزله، حتى لو في جدال وخناق اه، مش مفيش حاجه، كل واحد في غرفه منفصل، مفيش الكلام ده، ليه؟ بيزود بعد، بيزود بعد وما بيساعدش على الصلح، وبيساعد ان كل واحد اتشال من شريحه من دماغه والخلايا من دماغه، مفيش زوجه، مفيش زوج، مش صح. وبعدين بقى استغفر الله بقى، مش عايزين نقول الا ما رحم ربي. رابع خطوه، عبري عن عاطفتك، انت بتحبيه، عاطفتك تجاه زوجك دي قوليه، اظهري المشاعر، انت ليه مخبيه؟ يعني ايه الكبر؟ لا انت فعلا بتحبيه، بس الموقف مزعلك، هو الموقف الاخير بس اللي خرجك بره شعورك، اللي خلاكي حصل غلط ايا كان، حصل اللي حصل، لا عبري. طيب خامس حاجه، لو رفض الكلام تعالي لي يا قطه بقى، علي يا بطه انت. يا اسمها بطه دلوقتي ولا اسمها شيماء؟ طب خلينا في الحلقه، اكسري حاجز الصمت، زي ما قلت طلبت منه ده هيضحكي، احكي له موقف كان ما بينكم، قولي اي حاجه، اي المهم تطلعيه بره اطار، المهم يتكلم. سادس حاجه ومهمه جدا جدا، جهزي قعده الصلح، انت يا امرايا جهزي قعده الصلح يا بنتي، قعده الصلح، اكلته، الدنيا، عصيره، شايه، القهوه بتاعته، ايا كان، مبتسمه ابتسامه خفيفه، مش بقى كده احنا بقى وهوريك وهعمل لك وشكلي خض اصلا، لا بلاش ده، فردي نفسك كده، فردي وقتك. سابع خطوه، خدي خطوات تتفادي فيها الغلط بعد كده، وانتوا قاعدين بتتكلموا ايه الخطوات اللي انا اتفادى بيها انه ما يحصلش الامر ده قبل كده. تامن خطوة مهمة جدا جدا، مفعول السحر، المسي ايد زوجك يا بنتي وانت بتصالحيه، امسكي ايده والمسي ايده وشده على ايده بحنان وحب. الصحابية قالت ايه؟ يدي بيدك والله لا اذوق غمضا حتى ترضى. ليه؟ اه بقى، وشرحنا قبل كده قلنا ان في لمسات عصبية ما بتوصل بلمس الايد وهكذا، عشان كده ايه؟ السلام عليكم، السلام كان اللمس باليد، تتحات عنهم الذنوب. اخر حاجه الدعاء، يا رب اصلح حال زوجي واصلحني لزوجي واجعلي زوجه صالحه، يا رب اصلح حال بيتنا واولادنا، ابعد عنا شياطين الانس والجن، ده المطلوب.